وصلنا لمحطتنا اللي من البداية عم نحكي عنها فرح، يمكن عكس الفقرة اللي قبل كانت مع المحامية عن السرقة، اليوم رح نحكي هيك شوي موضوع شوي غريب صار بهذا الوقت بس تحت مسمى لسه الدنيا بخير، وهو سؤال رح نطرحه لو حدا ماشي بالشارع ولقى شيك غير مسمى موجود عليه مبلغ 44 مليون ليرة سوري شو ممكن يتصرف؟ شو برأيك؟ أنا بتوقع سلمى قسم كبير ممكن يتصرف بالمبلغ كأنه هو المالك الشخصي، لكن ما بدنا ننكر إنه عن جد لسه الدنيا بخير ولسه في أشخاص تربوا على مبادئ كتير حلوة، مبدأ الأخلاق، مبدأ الأمانة، مبدأ الصدق بالتعامل، وبيقوموا بإرجاع المبلغ أو حتى تسليمه لأقرب مخفر لحتى نعرف مين صاحب هذا المبلغ. أكيد. فأنا هيك بتخيل إنه إيه لسه الدنيا بخير. أكيد. كيف لما يكون هذا الشخص اللي لقى المبلغ هو أصلاً صلب عمله خدمة الشعب، وهو شعار طبعاً الشرطة اللي بنفتخر فيهم. ضيفنا لليوم شرطي مرور بدمشق، لقى طبعا شيك ولقى مستحقات تانية وكان فورا تصرفه مختلف عن التوقعات اللي ممكن الناس تتوقعها. رح نتعرف اكثر على القصة، واسمحوا لي اقول انه اللي معنا اليوم هو بطل، لانه البطولة مو بس بالمعارك، البطولة ايضا بالمواقف. ضيفنا لليوم الرقيب اول اشرف الحيناني، اهلا وسهلا فيك ويسعد اوقاتك. يسعد صباحكم وصباح الاخوة المشاهدين جميعا، يعطيكم العافية. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. اول شيء نحن كثير مبسوطين انك موجود معنا اليوم وفخورين فيك. شكرا لك. هذا التصرف يلي كثير حلو وانتشر بشكل كثير كبير على مواقع التواصل الاجتماعي والناس صارت تحكي عنه، بدنا نعرف تفاصيل القصه، كيف لقيت الشنطايه وشو تصرفت؟ اولا يسعد صباحكم وبتشكركم انتم وبتشكر الجميع. نحن طبيعه عملنا بالشارع بشكل على مدار 24 ساعه. صحيح هي مهامنا الأساسية تنظيم حركة المرور وحركة السير، لكن أيضا الحفاظ على ممتلكات العلم والأخوة المواطنين. بتواجدي بدوار ساحة الشهبندر وأثناء عملي بلاحظ على إحدى السيارات المركونة على جانب الطريق حقيبة محطوطة على السيارة على الطبون الخلفي، براقبها ما في حدا جنبها، بتوجه باتجاهها، بفتح الحقيبة لتشوف شو في بداخل الحقيبة. يوم بتفقد الحقيبة بلاقي ضمن الحقيبة في ثبوتات شخصية لصاحب الحقيبة، عدة ثبوتيات من ضمن الهوية الشخصية، في مفاتيح سيارات وفي مفاتيح منزل وفي جوازين سفر بخص زوجته وبنته، ومن ضمن الأوراق في أيضا شيك بقيمة 44 مليون غير مسمى طبعا الشيك. مباشرة أنا بس لقيت أنه في هيك ثبوتيات وفي أغراض، مباشرة توصلت بالعمليات مع رئاسة الفرع، بيوجهوني بعد ما لقيت الأغراض وجهوني على رئاسة الفرع على مكتب السيد العميد رئيس فرع المرور، بسلموا الأغراض عن طريق الفرع نقدر نتوصل لصاحب الحقيبة ونتواصل معه هاتفيا طبعا، بس بلغناه بالموضوع بيتوجهوا على الفرع على مكتب السيد العميد، بيتفقد أغراضه بيتفقد أوراقه بلقيها كاملة، ثبوتياتها كاملة موجودين، كل شيء فاقده هو موجود بضمن الحقيبة، بيستلموا الأصول. بيتشكر. كيف كانت ردة الفعل؟ طبعا انت اذا بتفقدي اي شيء بسيط فبتكون ردة فعلك كثير كبير، فهو كان جدا مبسوط وتشكرنا الزلم بكلمات طيبة يعني اخذت ردة فعل كثير طيبة مو بس منه، من كل الاخوة المواطنين. الله يخلينا اياكم. يعني هذا الشعور شعور ما بيوصف، اليوم اي واحد بيكون مثل ما قلت مضيع شيء وبيلاقيه بيطير من الفرح، كيف مبلغ كتير كبير واوراق ثبوتيه كمان. صحيح. مفاتيح، ويعني اليوم هي الحاله بحد ذاتها، خلينا نحكي شوي هيك عن التفاصيل من وقت ما وصلت لعند مكتب العميد حتى استقبال العميد لك، قديش كان في هيك خليني اقول لك امتنان فخر بالشيء اللي انت عم تساوي؟ ان كان السيد العميد او الرؤساء كلهم كانوا مبسوطين بالتصرف وكانوا فخورين مثل ما تفضلتي بالشيء اللي قدمته، وطبيعة الحال هي مبادئ احنا تربينا عليها بالاساس، هي الأمانة والحفاظ على الامان، لانه هي الحقيبة بس انا استلمتها وصارت معي هي تعتبر بمثابة امانة عندي، وهي دائما كمان في توجيهات من الرؤساء او من الوزارة بالحفاظ على اي شيء ممكن تعثر عليه، ما يكون انت ما بتعرف صاحبه او شيء، او اي شيء ممكن يعني تحصل عليه وتقدر توصله لصاحبه كمان، هي تعتبر توصيل للامانة.
اليوم كمان كنا عم نحكي قد ايه اليوم يمكن ناس كثير عندها رادع اخلاقي ومبادئ، وناس يعني نتيجة الظروف، وما بدنا نبرر، بس قسم كبير ممكن يتصرف تصرف عكس اللي تصرفته حضرتك. شو بتحب توجه كلمة لكل الناس يمكن يلي بيتزرعوا بالظروف الاقتصادية وبكل شيء عم بيصير لتبرير تصرفات معينة؟ هلا بداية هذا التصرف اللي انت بتقولي انه ممكن الواحد يستغل الظرف بمثابه انه لا يستخدم الشيك او الهي. هلق المادي مش كل شيء، وليست هي الانسان. هو مبلغ بده يكون لفتره محدده راح يصرفه ويرجع مثل ما كان. فانا بوجه للجميع انه الاماني والاخلاق والقيم والمحبه والانسانيه هي بتعطيك قيمتك بين الانسان، وبتمنى الكل يكون متحلي بهالشيء. وإذا أنا تصرفت هالشيء بعتبر حالي أنا أقل الناس بين 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 العالم وبين الناس يعني. وأما موضوع إنه إنك تتصرف بسلبية وتستغل الأمانة أو شيء، فهذا الشيء بيرد سلبا وبيعكس سلبا حتى على المجتمع، ومش مبرر الظرف المادي لتصرف بالشيك أو. يعني نحن كثير فخورين فيك اليوم، وكمان بدنا نحكي عن التكريم اللي حصلت عليه من سيد وزير الداخليه. كان في تكريم لحضرتك ومكافاه، قد ايه كمان هذا الشيء بيعطي حافز ودافع اليوم لما طبعا اي حدا بيكون بمكان وبيعمل شيء وبيتكرم عليه؟ اكيد كل الشكر والاحترام للسيد الوزير، كان عنده اهتمام بشكل مباشر بالموضوع. مجرد نحن ما حصل معنا بطبيعه الحال بنبعث تقرير او كتاب للسيد الوزير باللي حصل من عن طريق السيد العابد رئيس فرع، ومجرد ما وصل الموضوع لعند السيد الوزير طلبني لعنده على المكتب وقام بتكريمي ومكافاتي والثناء علي. وهو طلبه لإلي بحد ذاته هو تكريم بكل معنى الكلمه. فالشكر كل الشكر والاحترام للسيد الوزير، مو اول حادثه ولا هي ممكن تكون الاخيره. دائما السيد الوزير عنده اهتمام باي تصرف ايجابي من عناصر قوى الامن الداخلي. اذا بدنا نحكي عن الوسط المحيط فيك من زملاء ومن عائله، وفي حال وجود اولاد وزوجه، خلينا نعرف اليوم كيف كانت رده الفعل، شو يمكن اكثر التعليقات اللي علقت بذهنك وفرحت فيها؟ هلا هون اكيد الكل كان مبسوط برده الفعل، بس كان اكثر ناس هن الفخورين بهالشيء هن الاهل او البيت، وبالاخص الوالد والوالده، لانه هذا اللي زرعوه هن حصدوه. اكيد الله يخلي لك اياهم ويطول بعمرهم ونوجه لهم تحيه. اكيد تسلمي ويخلي اهل الجميع يا رب. الوالد والوالده هن كانوا اكثر شيء فخورين بما زرعوا وحصدوا، والاسره كذلك الامر او البيت او العائله او البيئه اللي انا طلعت منها كان الى يعني مباشرة تواصلت معي. الكل قدم لي الشكر، الكل حاول يعني بيجتمعوا حتى عندي بالبيت قدموا لي الشكر بشكل عام كعائلة يعني. وما حدا قصر، كل إنسان طيب وعنده الأخلاق هي من الجميع، منكم أو من الأخوة المشاهدين أو من المعطريق وصل بأي طريقة قدر يتواصل معي ويقدم لي الشكر. أكيد يعني اليوم بدنا نرجع نكرر شكرنا أساسي أكيد للوالد والوالدة اللي هن مثل ما قلت زرعوا وحصدوا، ونحن فخورين فيك كأنك كمان شخص من عائلتنا. تسلم يعني تسلم. هذا شيء كتير حلو. اليوم الصبح ونحن عم نبلش معك الحديث كنت عم تقول وجودي معكم اليوم هو تكريم. أكيد الحقيقة أكيد. نحن اللي تكرمنا بوجودك. شكرا معنا لك. شكرا. دائما بيكون هيك في شيء حلو وصورة حلوة عن بلدنا، يعني هيك يمكن بيخطر على بالك وانت جاي كنت على اللقاء. هذا اول لقاء لحضرتك اكيد على التلفزيون، ولقاء مهم انت عم تتكرم فيه. تسلم. شو كان هيك خاطر ببالك شيء، شو ممكن حابب شيء انت تقوله؟ اول شيء وحضوري بناء لعندكم لهون كمان هو تكريم بحد ذاته واستدعاءكم لإلي، وبحب اتشكركم وتشكر اسره البرنامج والاخباريه السوريه بشكل عام. بحب وجه رسالة للجميع مش بس لعناصر قوى الأمن الداخلي، لأي حدا، أنه الأماني والقيم اللي السورية بالأساس هي متربية عليها ومتعلمة عليها نظل ماشيين عليها لنعكس الصورة الحقيقية عن سوريا بشكل عام. وبتمنى من الجميع أنه ما يمشي مثلي، يكون أحسن مني ويقدم الأفضل مني. أنا إن قدمت شيء فهو بيعتبره القليل،
من قبل ناس كثير ممكن يقدموا افضل مني واحسن مني واكثر مني، ويسعد صباح الجميع. يمكن انه استغربت شوي حالة احتفاء الناس فيك بشكل كتير كبير، وحتى من قبل سيد وزير الداخلية والاعلام وكل الاشخاص، انه هي الصفة اصلا مزروعة فيك وهي من اصل صفاتك. اذا بدنا نقول تعاملك اليوم مع اولادك، كيف بدك تورثهم هي الصفة اللي هي صفة كتير حلوة بالانسان وبتكبر معه؟ اكيد هي ما بتجي هيك. صحيح. هلا مثل ما انزرعت فيني من الطفولة، هي ممكن انت بالمدرسه او بطبيعه من انت طفل، العثور على اي شيء وانك توصله للاهل والاهل يقولوا لك حاول ترجعه لاصحابه او اعطيه لاداره المدرسه او هي، فزرعت هي الفكره داخل الانسان. وهي المبادئ اللي انا كمان بمشيها، يعني ماشي عليها مع اطفالي او مع اولادي بالمدرسه بالشارع بالبيت مع الجيران، انه انت لما عثرت على شيء او حصلت على شيء هذا الشيء مو لك، انت بدك تحاول باي وسيله انك تقدر ترجعه لاصحابه، ولا لانه هن احق فيه وهن الاصحاب يعني الامانه لهم لانهم مو لك انت. واكيد هذا الشيء بالمستقبل بده يعكس ايجابا، ان كان على الاسره وان كان على المجتمع وان كان حتى على المجتمع على المحيط اللي انت عايش فيه. أكيد. يعني بالختام بدنا نشكرك، نرجع نقول لك شكرا ويعطيك العافيه. الله والله يقويك. ونحن فخورين انه انت كنت معنا اليوم، ويمكن ببلدنا بهذا الوقت اكيد رح نسجل هذا الشيء بالتاريخ، انه رغم كل الظروف الصعبه اللي عم بمر فيها المواطن السوري اليوم، الا انه في شرطي وهو مواطن بالاساس قام بواجبه من دون ما يتطلع او يلاقي اي مبرر ثاني له لحتى انه يعمل شيء غلط. شكرا كثير لك. يسعد صباحكم وشكرا لكم، وهذا تقييم كثير بعتز فيه حضوري بيناتكم، ويسعد صباح الجميع. شكرا لك مرة ثانية، واكيد تحيتنا لكل العائلة ولكل الوسط المحيط وللزملاء ايضا يلي يمكن مستنفرين لاداء عملهم على اكمل وجه. شكرا لك. يسعد صباحك وصباح الجميع، وصباح خاص لرؤسائنا وزملائي بفرع مرور مدينة دمشق. الله يعطيهم العافية. يعافيك يا رب.